لو عايز تشغل 4 شاشات على طبق واحد، بالفعل جايب لك عدسة 4 مخرج. دي يا شباب زي ما انت حضرتك شايف، دي كرتونة او عدسة 4 مخرج، يعني تشغلها على طبق، وعن طريق الطبق بينزل لك 4 مخارج تشغل بيهم 4 رصفارات او 4 شاشات. يعني لو عايز تشغل في كافيه، في عندك عمارة، عندك منزل، عندك طبعا 4 شاشات 4 رصفارات، يبقى عن طريق العدسة دي تشغلهم مع بعض. وكمان العدسة دي انا شفتها عدسة كويسة وجيدة جدا، عمرها ما بتأثر معاك في الاشارة. العدسة دي جايالك من شركة الكينج ستار. بالفعل الشركة دي احنا عارفينها، يعتبر شركة جيدة وجميلة جدا. هنا الكرتونة مكتوب عليها من الخارج 4K الترا اتش دي 5G 3D فول اتش دي. دي الكرتونة من الجنب جايالك بطبعا المواصفات، الان او الدخول 1070 على 1275 جيجا هرتز، الاوت او الخروج جايالك طبعا 950 على 2150 او 2150 ميجا هرتز، والنويز 0.1 دي بي، يعني عدسه هاي كواليتي. بالفعل انا خلي بالك ما ببيعش، انا بعمل لك استعراض للعدسه زي ما انتوا تعودتوا معايا. تعال نفتح الكرتونه ونشوف شكل العدسه والمواصفات وعامله ازاي. نفتح كده ونركن الكرتونه. طبعا خلي بالك الكرتونه بص جايه لك عامله ازاي، كل حاجه لوحدها طبعا، اهي دي لوحدها ودي لوحدها، اهي دي الكرتونه، يعني عاملين شغل وعاملين منظر معاك. نركن كده. دي يا شباب العدسه، العدسه جايه لك بشكل انسيابي، لونها اسود اهيت، الكفر من الدام لونها اصفر طبعا، بلاستيك متين او بلاستيك جيد عشان الشمس، جاي معاك بختم التوكيل اهي زي ما انت شايف، عشان تعرف ان العدسه دي من شركه كينج ستار لازم يكون معاك الختم ده. العدسه دي لو جبتها وما فيش الختم ده يا رب يكون باينه معاك في الصوره، لو ما لقيتش الختم ده يبقى ما تجيبهاش. اهي اهي زي ما انت شايف الكينج ستار، انا عايز احاول اقلبها لك اهيت. اهي يا شباب الكينج الختم اهو، اوريجينال كينج ستار، يعني دوت العلامه المائيه. وهنا طبعا جايه لك اهو بالعلامه الطبعه بارزه، مش كتابه يا شباب، دي كده عشان تعرفوا اصليه ولا لا، اهي بارزه مكتوب كينج ستار وعلامه النجمه وعلامه التاج. وهنا بقى جايه لك بالكينج ستار مكتوب، وامكانيات العدسه طبعا زي ما انت حضرتك شايف. وهنا جايه لك باربعه بينه، كل بينه منهم تشغل لك ريسيفر بشاشه، يعني تشغل لك 4 رصفارات ب4 شاشات بطبق واحد. وكمان جايه لك بكل بينه جايه لك بمطلي بالذهب او مطلي بالنحاس، يعني ما تصديش معاك او تضعف في عقل الاشاره. وبعد ما تركب البنات بتاعتك وتركب الطبق، تنزل كده فيها نظام حمايه عشان النطره والعوامل الجويه والشمس ما تاثرش على البنه بتاعتك، وتركب بالطريقه دي كده اهي. بصراحه انا شايفها عدسه جيده وجوده جيده من شركه كينج ستار. طب احنا عايزين نشوف الاشارات والجوده ونشوفها عامله ازاي على الطبق، ان شاء الله هنبقى ننزل لك فيديو بالاشارات بتاعتها. طيب العدسه دي جيده؟ فعلا جيده. والاهم من كل ده، في بعض العدسات الموجوده في السوق 4 مخرج، لو جيت تشغل مخرج بتلاقيها بتاثر على المخرج الثاني، ولو جيت شغلت الاربعه مع بعض بيأثروا مع بعض، اما دي ما بتأثرش على بعض نهائيا، يعني تشغل ال4 رصفارات في وقت واحد او في اي وقت زي ما انت عايز. وكمان زي ما انت شايف عدسه انا بصراحه شايفها جيده. طب سعرها كام؟ سعرها في السوق حاليا عامله 130 جنيه او 140 جنيه. انا شايفها افضل عدسه موجوده في السوق 4 مخرج في الفئه السعريه زي ما انت حضرتك شايف. لو عايز تشتري عدسه وتوفر اكتر من طبق، يعني انت بدل ما تركب 4 طباق فوق السطح او 4 طبعا عدسات، لا بعدسه واحده تشمل كل ده،
تجيب لك طبق متر وتركب العدسه ديت وتشغل الاربع شاشات مع بعض او الاربع شقق مع بعض. دي كده كانت استعراض للعدسه الجميله جدا، عدسه الكينج ستار الموجوده في السوق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.